اني سعيد اقسم بايات الله يا حبيبي. والله انا جمعه يا جماعه اخر مره امسك جوالي والله يا عيال جمعه يعني غير مسبوق لها. واليوم ما كنا فاتحين ناويين نفتح بث فهمت كيف؟ بس لاجل عين تكرم مدينة انس اذكر الله اقبله اقربه اقرب جوال لا لا يا جماعه لف لف. طيب خلونا نسال اسئله محرجه يلا جمال لا ليش جمال يا اخي ما كذا جاء الدور عليك بالترتيب قول كم عمرك؟ عمري 22 سنه ما شاء الله الله يزيدك حبيبي. طيب جمال وش سر جمالك؟ من الله. من الله؟ مو وراثة؟ لا لا ابوي جميل نعم فطلعت عليه. اذا اسمك جميل بن جمال؟ جمال بن جميل؟ لا جمال سلطان اسمه. تدري كيف سموه؟ شلون؟ قالوا اول ما طلع قالوا الله جمال سموه على طول. وانت ضيدان خزي كثر الخواطر يا اخوان. لا لا المشكلة في الجينات عادي. لا والله كلكم حلوين صراحة. بس بسألني أنا. إيه ضيدان. تقدر تطلعنا الحين صرفتك الراجحي تعلمنا كم معك فلوس؟ ودي بس ما عندي صرف راجحي. الأهلي ها؟ الله خليهم لك. طب أنس. ها. وش سر جمالك؟ ليش أنت؟ الله يجبر بخاطرك. ليش أنت لطيف جدا؟ ليش انت حبيب الشعب؟ يا هي ملك عبد الله مو الله يرحمه ادري اي كسم علي لا كفتك 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 من اقول لك شوف الحين صار يا جماعه مو بحليب شوكليت شوفوا المصممين شوف شوف الحين شوف يدي قده صار زي بعض ترى قبل كنت انا شوكليت لا تمام بسكوت اوريو تمام بسكوت اوريو يا حلوكم يا حلو دمكم الله يسلمك دم من النعار. طيب كل واحد يقول اوقف 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 محرج قال لا اكثر موقف محرج قد صار له. انا صراحه انصدمت طلع انا طويل والله انا صدمت اني قصير انا قصير والله شوفه قصير هو طول طول قصير انا صدمته بالجمال بالواقع ايه كذابي بيع الكلام انا صراحه ودي اللون اللي على ضيدان يا حبيبي والله العظيم الحين روح العياده اسحبها البرونزي هذا ليت يجيك عشان ما حد يحبك شيء مدري لا انا في مره صار لي موقف يا جماعه انحرجت وش هو يا اخي عائله كنت امشي في ريووك جتني عيال بيصورون عادي صوروا شويه لبنت انا كنت بحلق زي كذا وقتها قالت لي بنت طيب انا عادي اقول شيء قلت لي عادي قولي عجبني وانا تابعني وتمدحني قالت راسك غريب بالصدق اقهرتني اقهرتني ما ادري ايش اقول نعم 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 لا ابغى موقف والله حرج اقول موقف تخيلوا كان في بنت كان في بنت كذا بالوينترلاند يا اخي فاجاتني انها وش وانا ترجف طيب صدق ترجف قبلني كذا كذا رجفه حسيت اني وقتها ليه؟ ما ادري طبعا عشان شاب ما ادري اي بس ايش دعوه سعيده لا والله انت الحين ترجف ما ادري انا اذا احب اسولف فوق صدق؟ شو تفاول انت ايش سولف؟ يا حظكم والله هذه ركبه هذه ولا وقتها؟ شو ركبتك الصغيره كذا انت؟ كبرها وكلها اكبر من سياره يا جماعه سياره جمال صغيره والله كذابين مو سياره طالبين بيتزا وجاهم انا يوم شفتها جاي انا قلت بينزل شمشون بينزل فهمت كيف؟ فجاه نزل واحد طولها المطار ما شاء الله ما اسمع تدرون سيارته يا جماعه تفرها مرات تمشي لا تسحبها مرات سلك سلك سيارته اذا جاي صفطها مو بباركينج تحت السرير بكره تكبر تصير كابرس باذن الله هي شبري صح؟ لا رش عليها مويه خلاص خلصنا فقره السؤال كشفنا من عز السولف اربع منكم ولا واحد يعرف يسولف انا والله اعرف يسولف بس اعتزلت امس فتحت سالفه حلاق قالوا لي ضحكنا ترى بس عشان ما نعقدك بعدها خلاص هويدي لا يستحي متى كان قليل ادب يلا يا جماعة الحين بنحقق حلمكم. قبلي. قبلي يا. صح سوني يا. يا. انيبل يا اخي تيك توك يقهرني. ليه؟ انيبل تيك توك. يا عشيب. يا
عشيري حدك عادية اليوم بعد راسي والله حدك عادية بعد ليش كلكم تتشابهون صيد طقم ثلاجين عيار رياض بدون سبب اي والله والله انكم كلكم تتشابهون الله يسمع منك متقطع وقف وقف انس والله سوي كذي يعني ابيكم تبينون ثلاثتكم ايوه اوكي قاعد بالنص عشان يبين جماله على الاقل اي والله والله انكم تتشابهون انا وانس اي انس وجمال وضيدان بعد ليش ما تبي ضيدان الا حتى مستحيل فيني انا انا وجمال اوكي ضيدان مستحيل لا والله لا والله قاعد اسولف على الملابح عاد لا تصير عنصري النوسه اوكي تتشابهون بس واحد صح كومنتات انا مو صح انا همي كومنتات كيف اهلك كيف اهلك اذا قلتوا مو بحلى واحد قدام بقفل البث اي 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 ضيدان ترى بثك ها خلي الكومنتات وين هويدي هذا موجود مطمنين مطمنين تعال 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 غنوم لا تدعمين واع 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 تعال اعترف اعترف غنيمه عندك غنيمه قاعد دز هي قاعد تقول منو اللي قال لي غنمه اول شيء غنمه منو اللي قال منو ما سألتينا سبب الجمعه سبب الجمعه صدفه صدفه ومن بين كل الناس علقني من يوم شفته وعيني لا بقول لك يوسف ارحب يوسف جايز شدوا شدوا مو على بنا شباب حلوين بنات تفوزني على ممكن مو على بنا انا اجتماعنا احنا صرنا اقوياء مره الحين تفوزين على جمال اقوياء مره ضيدان اقوياء يا ويلك راح نكسر ما شاء الله سمعوا ليش ما حولتيني فلوس؟ فلوس شنو؟ المنقية نياك أقول مكذب علي قايل لي إن في لون اسمه ميام آخر شيء طلع الداعمة مو داعمة مصممة هذا هو خليتني أقول حق جمال اللون قلت له هذا يعني أصفر ما فهمت عليه أنا بس إيه لقيت لك ناقة تعجبك شو رأيك أوريك؟ اي واحد فيهم بريك لون جديد بس بيش الاوردر لك اشوف جمال ولا انوسه ولا هويدي لا عدل لك عدل صافي البث اصبعك دي كل شيء الا الصور وين حق الصور يا شباب ليش فكر لا دخلت شفت نص الصور ما ايش قاعد يسوي ابكو وينه ناقتكي نقدكي والله آخر شيء ضيدان غنوم ستوب يا قلبي بس يا ماما شو رايك فيها وناسة ملونة حلوة ناقة برزاتشي كشوخ حيل تشبه ريماس عبد الله كم سعرها هذه سبيشل أوردر لك أنت تفصيل من برزاتشي والله انت شكلك بحول لك الفلوس وبتنحاش تنحاش حتى لا ما عليك شفت ان اني 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 تعرف جمال ايش جاي صفط لك لون خاص فيك انت عادي اغير الوانها يعني عادي انا اجيب صبغ واغير الالوان اي عادي ترى ما في كلام الصبغ جدران عادي اي لان تمثال تصيد على من انت لا صدق ذا يمشي لا ما يمشي بريموت بس شفت شلون حددت له الروج كذا كبرت الروج قطوا الجمال بالدبل يا جايز وجع انت بعير مدحه هذه بعير مدحه قطوني انا بالدبل بعير قل بعير قطوا انا يا جماعه انتوا وين متجمعين عند منو عند النوسي اوف طلعت كريم النوسه شاي زين بسكوت شيء حلا ماكو هو الحلا التوفير يا انس انت بالنهايه طالب ترى ها انت مو ملزوم طالب من اي مطعم هم اللي جايينك هم اللي يجيبون انا طالب الله والله يا رهب اي والله على باب الله انس مسكين تو دخلت علي قال لي ايش فيك قال
ما افتح بث شلون اكل اليوم. عابد عابد ليه واقعي بزياده. نوزي ما فتحت بث كيف اكل اليوم. اسمع حق السي جي هذه من جبتها انت؟ هلا حق السي جي تطلع فيني كذا اتوتر انا. اي سي جي اللي ذاك اليوم الكات من شندم. اي صدق صدق يا جماعه ترى انس يفتح بث ياخذ فلوس ياكل فيها عشان كذا. بالعافيه ما اكل عشان يجيب شاهي شاهي ودلة عشان يجيب. اذا تبون شيء زياده جبنا الله يا جمال اليوم يسمون جمال جاني كذا على طول حاولنا فيه. لا 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 رهب ايوه مالومك. ها مالومك على شنو؟ على البرد اليوم والله برد. اعطيك جاكيت تبي يا ناس؟ لا لا معي لا لا البسه والله والله البسه والله ابي ملابس من وين؟ غنوم منشئا قسم يا جماعه طقم جمال الاوتفيت يا جماعه حق جمال شيء شيء لا يعقل. انا اتعلم من انس يا حبيبي والله يا جمال عنده جبر خواطر انواع اشكال كذا من يوم دخل علينا ملحق هو يوزع جبر خواطر جبر خواطر جبر. لسنا جات انت طيب جاء راح ليه انت ما شاركين بزين البل؟ ها؟ مشاركين؟ ليه ما شاركين؟ أشارك بشنو؟ مزين البن سولف عربي سولف عربي صرت نايفون طير انت الحين المزاين المزاين شنو هذا؟ ناقة الناقة اللي تو قلت لك إياها مو فاهم. لا ما راح أشارك لأن ضيدان أدري بيبوقني. أبوقك؟ إيه ما أبوق أنا نظام حولي لي الفلوس بعدين ضيدان وينه؟ بلندن لاس فيغاس. لا أنا راح أنا قلت لك راح أشتريها. أبوك وين؟ أبوك وين؟ يلا يا جماعة فزنا الحكم الأول. أقول ضيدان هو اللي يحكم أكاونته. أنا ولد عمي واحد أدخلين يدينك من وراء الكرسي وتسولفين معنا كذا. أوكي تسولفين بلغة الأيادي. إيه الحكم الثاني تقصين شعرك. أقص راسك ولا أقص شعري؟ يلا قص لساني. الحكم الثالث. الحكم الثالث تطلبيننا عشاء. أطلب لكم عشاء؟ ليش دزلي لينك بعد وخلاص أدفع لك أنا عشاء أتكفل فيكم شهر. كفى عليك. والله طلعت زراعة أفعال خير. هل حطينا عشان ما عشان ما تحطين الحكم ده؟ أي والله دزلي لينك. يا حلو الأول. هاش قلتي؟ ها؟ يا حلو الأزرق يا أحبكم يا حلو. اختاري حكم. شنو؟ أنت عطني أحكام سنة. إيه حكمت أحكام سنة. يلا شلون اطلب لكم عشاء زين شنو مرسي؟ لا 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 نبدا الحكم الاول. الحكم الاول دينك. ما اقدر والله كتفي يعورني. كتفي منو ذا داعب؟ كتف كتفه. اوكي لا خلاص مصابه كلامك مصابه. الله يسلمك دايم ركز على اهدافك. عندك نجمه في سناب؟ ها عندك نجمه في سناب؟ عندي نجمتين صادقه. لازم اول خلاص الحكم الاول سكبتري الحين كابتري سوينا منشن سناب منشن سناب. لازم اضيفكم عشان اسوي منشن. ما اضيف عيال. خلاص ضيفي ضيفي انا واحذفينا. ما تضيفين عيال؟ لا ما اقدر ما اضيف. تبين معهم قصات عادي. اي عادي قست بالنهايه ما راح اشوفكم بالليل عندي بسناب. الله يثبتك. لا اسمع اسمع امين هاي شاطيه حكم اكل شطه. يلا منك يلا فلاح. شنو تبون حكم صج والله؟ شرايكم انا احكم عليكم؟ يبا هذي شلون؟ تمح تمح روحي كذي كذي انا فست انا بحكم عليكم. حصانه 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 حق منو فيكم بالضبط؟ حق ضيدان. حق ضيدان وحق انا ايش حق؟ لا ليه؟ حصانه ضيدان. حصانه واحده حقك. اي انا عادي ما خسرنا على اساس تفوزين انت. يلا منك يلا توني فايزه. متى فزتي؟ وناتك صور. والله اعتقد علي. يلا يلا خلص وقتكم باي. يا العادية يا العادية فعلا. يا لا أكلي. تقولها لو سمحت لا تقولها كلمتنا هذه لا تحتك. وش لعبتك؟ لابس بني مسوي لوتس فخري. لا 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 بشكلك.
مين وانا قلت مني بتغش هسر مع ابو خالد اخش عليهم معك ايش ما يطلع لي ها بدي جوله سوي اللي ودك عندو سر ده انا صارحكم انه بكره عندي فاينل يعني ولا ما تدرون صدق والله اي والله وش يعني وش يعني نهائي اختبار نهائي اوكي طيب عادي ذاكر ذاكر روح هناك ذاكر روح هناك ذاكر ليش ما اصلا انت تقول لا 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 مينون يا حلو حلوة يقصد انس يقصدكم كلكم عيالي شو تقول لي كذا كلبك انا بس روح حق سلمان ها خلينا نروح نعرض نادى طور اوكي متى اللي ودك تبغى حقتك اي بالعكس احبهم معرض طور وان شاء الله اروح لهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ليش تسوي كذا بنقالي انت باذن الله اصلا ندور قصد بسم الله لا لا ان شاء الله انا واعد جمال اروح بليبارد وورد باذن الله متى بس تحدد وانا معك يعني اتوتر ترى فلازم اروح معك تم حتى انا اتوتر صدق والله كذا بنتوتر كرسي اعتراف تبون كرسي اعتراف لا شعر انس مغطي على هويدي أساس وجه صغير وجه هو صغير وجه شوف انت رحت فين أنا سخل بدون قصات لكم كثير خلاص خلنا نسولف فيها يلا ارجع 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 بعد عادي عادي ايوه أنس ايوه طلعوا يلا حي انه سو ضيدان الله يبقيك واخيرا شفناكم اي والله اخيرا يا اخي يعني انس فيك انك قاعد بمدرسه كرسي اعتراف طب ما كرسي اعتراف الانس الانس يلا 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 والله لا جاوب على كل اسئلتكم بعدين تعرف له عطى انت البدايه بعدين انا انس مين اكثر شخص تحب تدخل معاه قستات في التيك توك انا اعرف مين لا لا, لا عطني خمسه لا. ما بي خمسه خلاص اسمع ما عندك لسك بواحد لا مو 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 حلو السالفه حق التحيزات لا ليه بس عادي اقدر اقول بس لا قل يلا قل ما بيميز احد عن احد ايه يلا قل قل محلو محلو اه والله محلو انت لسه سؤال حلو انا سؤال حلو وش الحين انت ادري الفتره هذه انت عندك ضغط جامعه ضغط اعلانات ضغط تيك توك ضغطات وادي اوكي حلو وش المرحله اللي تحس انك خلاص صعب عليك كل شيء المرحله دي والمرحله اللي قبل لا شوف انا الصدق صدق يا عيال والله اقول ايه هذا اللي قلت اسرع حتى البرامج ما تدخلها خلاص تخلص بثك تطلع عندك اعلانات عندك جامعه عندك فهمت؟ شوف دائما اذا جيت اسوي اي شغل حلو اسويه لي فهمت كيف؟ لا صدق صدق ما اتعب الحمد لله ايه انا ما فهمت ولا هو السؤال وش ضيدان؟ السؤال وش؟ اقول انت الحين انت 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 في ضغوطات كيف اقسم وقتي تقريبا زي انا جامعه انا علم عندي اعلانات تيك توك حلو شلون يعني الفتره الصعبه اللي مرت فيها هل تحس انك خلاص تجاوزت ولا الحين في بعثر بعثر انا عارف الجواب اذا كذبت بقول كذاب لا والله شوف دائما احمد ربي على اداره اعمالي لانهم افضل اداره اعمال المشهور في الحياه صدق انا اتفق صدق وانت قد تعاملت معهم يا تعرف انا اتفق فدائما احط كل شغلي عليهم يعني ما في جد لا يدقون علي انا عندي كذا اليوم انا بس بس في ضغط 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 لما إيه تكون إيه إيه, ايه 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 لا تكذب عادي لا ما بيحد يحسدني لا مو بحسد مو اي مشهور اي مشهور عنده اي مشهور يقول شباب ما شاء الله جمال هل يعني انت الحين توك بادي صح؟ تقريبا انا بعطيك سؤال اذا كذبت راح اقول لا لا قول يلا فكرت تعتزل؟ كل يوم ليه؟ كانت دقيقه بتدخل اتدخل كانت فكرتي اني كل يوم اعتزل بس حب الناس النعمه الناس تحب مستحيل
زيدان عنده شيء ثاني. هذا شيء مستحيل صدقني. اي والله. قل قل جيرو. الاسد الاسد الشوت الشتوي يجرك ثم الاسد الصيفي. صريح اسد خريفي يقول مجلنا اسد خريفي؟ خريفي؟ بينزل متساقط الخريف هذا بينزل. يجي عندك في الشاشة يتفتح. ايوه. والله فكرة. إذا سووا تيك توك يعطونك نسبة، أنا أكلمهم والله أشر شحم اللي هو دمي. يلا اسأل. طبعاً ناس هل أنت بتعتز قريب؟ أنا وقعت بالوحل. لا شوف اللي يدخل الشرطة ما يمدي يطلع. ما يمدي. والله ما يمدي. صعب خلاص صعب. ما يمدي. خلاص. عارف والله خلاص صعب. يعني ما راح تعتزل. إن شاء الله. كل شيء. يقولون سووا جلوب يصورون. قصر انا استعلمت دمي قال سو جروب مقال اخ وجه بعض كيف اخي خلصت ايه هذا احبه تدري اذا سوى اذا سوى تصميم شعبي اذا سوى لي تصميم احداث البث احبه ذا مش ذا اللي احداث البث فهمت البدايه اللي حقت نتفليكس لا هنا تيك توكرز يسوونها يسوونها ناس يصممون عرفت الدايسه حلو يجنن ذالي والله لا حبيبي طيب هو كذا وانا لا في ذا حق التصاميم اللي يسحب نار كذا يضرب بعض ولا ذاك اللي يلعب جولف شوت شوت الكره والكره تصقعك من تطلع صور ورا بعض لا عرفت ذاك اللي انا اللي بالقدر سويت لي ايام حبت ميام ذكري ادش ادش نعم سوي لي يا حبيب يلا اسألنا اسألنا يلا هذه تصميمك يا حبيبي تصميمك انت هذا تصميمك انا مستغرب احد شيء اسد وجه ضيدان اخي مستغرب شوف ايش طلع لي ان شاء الله نبوجه انا حسبه نبوجه مدفع نبوجه تحبون نبوجه يا موري انا لا نبوجه هذا اللي يسقعك واحد صاروره صاروره نبوجه ها نسميها نبوجه انت بتبوج واحد يمكن يقطونك في النظاره نبوجه فهمت صح هويدي اسالوه هويدي انا ما عندي والله شيء ما عندنا والله شيء والله انا عندي اشياء عندي اشياء كثير اصلا اكتشفت اليوم ما تلاحظ ان هويدي اذا سالنا جمال نسولف معه يناظر في هويدي يعني يجاوب ولا لا اي فواضح ان هويدي يملك كل الاسرار جمال بس صحيح كلام صحاب لا كلام صحيح انا متاكد منه هويدي يا جماعه يملك جميع اسرار جمال ترى انا كتوب ها كتوب سالنسر ارجعوا اوكي انا مو انا اها ثم في قلبك قل لا قل من يوم ما افضفض الناس ماسكين عليك كل شيء والله عادي انا والله اوف تدري ايش كان علاجي انا وش بحر راكه هذا بحر عندنا جنب بيتنا تفضل جنبي والله تفضل اقسم بالله سبونج بوب يطلع لي شفيق لا انت اللي سكت بسرك بقرور وتحذفه لا شوف في مره سو